كل عام وأنا بخير. اليوم ميلادي وراح أقول لكم أشياء اللي دا أحس بها هسه. أولا جمعة خير وبركة وصحة وعافية ونعمة من رب العالمين ورضا ومغفرة للجميع، للي مشتركين والمتابعين والأصدقاء والأهلي واللي يحبني واللي ما يحبني همينة. أحمد رب العالمين وأشكره وأتوسل به بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين أنه يقبل مني حمدي وشكري إلى ما أنعم علي بأنه خلق تفضل علي بأن خلقني وجعلني عبدا له. يا رب أتوسلك في هذا اليوم العظيم أنه تقبلني عبدا إليك. أنعم علي رب العالمين بالامتحانات بالاختبارات بكل تفاصيل الحياة، وساعدني وقف وياي إلى أن أنجح في أي موضوع في أي امتحان في أي اختبار. وقبلها قبلها قبلها أنعم علي بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. أنعم علي بالإسلام، أنعم علي بأنه أكون مسلمة ولو حتى بدرجة واحدة 1%. إذا قدرت أكون مسلمة فبنعمة من الله فبآلاء الله وتفضله علي. أنعم علي بأهل رائعين مسلمين تعبوا وياي، وأسأل الله أنه يوفق كل شخص كل إنسان بأهل طيبين، أنه يحس بطيبتهم، أنه يحس بإنسانيتهم، يحس بتعبهم اللي يقدمه. وأسأل الله لكل أم وكل أب أنه ينطيهم الصحة والعافية والقوة بأنه يربون أبنائهم ويوصلوهم إلى ما يرضي الله. بهذا اليوم أحمد الله على أمي وعلى أبوي، وأترحم برحمتك الواسعة يا رب العالمين على والدي أنه تنزل النور والبركة عليه وتحشر في جناتك العلى وتحشر ويا محمد مع محمد وآل محمد. وأسأل الله الصحة والعافية وراحة البال والمغفرة وحسن الخاتمة لوالدتي، وأن أسألك وأتوسل بك أن توفقني أن أراعي أمي أداريها أخدمها أدي ولو شيء بسيط مما أنعمت به علي اتجاه أمي. أشكر الله كثيرا أنه أنعم علي بزوج مسلم مؤمن يحب الخير يحب العطاء إنساني حنين وياي، والحمد لله وشكر. أسأل الله أنه يرزق الصحة والعافية وأنه يستر عليه ويرضى عنه وأنه يراعيني زوجي بما يرضي الله، وأني سعيدة وراضية بكل ما يرضي الله، وأنه يفتح له أبواب الرزق الحلال وأن يوسعها إلا أولها الصحة والعافية، ينطيه الصحة والعافية. والحمد لله وشكر على ما أنعم وعلى ما تفضل. شكرا أحبائي، شكرا أصدقائي، شكرا أخوتي أخواني، شكرا لكل المشتركين، وشكرا لكل المتابعين، وشكرا لكل من كتب كلمة طيبة. سعيدة بكم، أحبكم في الله، وأتمنى لكم الخير والسعادة. حبيت أقول لكم أنه إحنا ممكن من أبسط الأمور نخلق فرحة لنفسنا، نخلق طالما أنه كان عندنا رضا داخلنا أنه نخلق سعادة راحة في منزلنا في بيتنا ويا أهلنا ويا أصدقائنا. وحبيت أنه أقاسمكم الفضل والرحمة اللي رب العالمين أنعم بي علي بأن خلقني وجعلني مسلما. شكرا لكم، مع ألف 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 سلامة.